حقيقة مهمة جدا في حياة كل واحد فينا لازم يدركها، وهو انه ولا حد فينا اتخلق ولا اتوجد في الدنيا دي بلا هدف. الحقيقة انه الله يوم ما خلق كل حد فينا واوجده في مكان معين مع ناس معينة في زمن معين، فهو كان لتحقيق دعوة معينة الله عايزه يحققه بيها. ايا كان شكل الدعوة، مفيش حد فينا دعوته هتبقى شبه التانية، مفيش حد فينا رسالته في الدنيا هتبقى زي رسالة الشخص الاخر. في رسالة بتبقى شكلها مبهر للناس، زي رسالة داود مثلا، كان انه يتاخد من انه راعي غنم ويبقى ملك. او في حاجة تانية ممكن زي ابراهيم، انه يتاخد من وسط اهله وعشيرته وبيت اهله ويتحط في مكان لا هو عارفه ولا يعرف عنه اي حاجة، ويتحط في الصحراء. في لكل حد فينا شكل مختلف لدعوته، لكن الحقيقة انه مفيش حد فينا بلا دعوة، ولازم الواحد في حياته يسعى لتحقيق دعوة الله في حياته. في كتاب اسمه الدعوة، الكتاب ده بيتكلم عن فكرة الخدمة والدعوة، ان كل حد فينا ليه دعوته وليه الهدف من وجوده. في جزء مهم جدا في كتاب الدعوة بيقول انه في اوقات كتير انا برفض دعوتي، او ان انا مش ببقى عايز امشي وراها، لكن لو مشيت ورا دعوتي ولو حققت هدف الله من وجودي، بيتكلم بيقول ولكن ان قبلنا دعوته لن نعيش لانفسنا فيما بعد، كل ما نفعله سنفعله لمجد الله. ودي نقطة مهمة جدا، انه في وسط حياتي وانا عايشة مبقاش عايشة لتحقيق رغباتي وتحقيق نجاحات في حياتي وتحقيق طموحاتي، ده شيء مهم، لكن افعله كله لمجد الله. وسنضع الملكوت نصب عيوننا طيلة الوقت. سؤال بيطرح نفسه، هل الملكوت فعلا صورة واضحة طول الوقت قدامي؟ بلاش كلمة صورة، هل هو حقيقة واضحة في حياتي طول الوقت ولا لا؟ أي أننا سنكون في مهمة سرية لإكرام الله طيلة 24 ساعة، هذا سيكلفنا الكثير. اوعى تفتكر ان انت وانت بتحقق دعوتك وانت ماشي في طريق ربنا وانت ماشي لتحقيق الملكوت ولتحقيق مجد الله ان الموضوع هيبقى سهل، بالعكس هيبقى مكلف، وناس كتير ممكن يقولوا عليك مجنون، ايه اللي انت بتعمله في حياتك ده؟ ايه دعوتك دي؟ يعني ايه انت بتتكلم في ايه؟ وبالتأكيد سنخسر أشياء وسنترك أشياء نحبها، ولكن لابد من وجود عنصر الخسارة، لأننا غير معتادين أن نبني ونعمل ونعيش لغير ذواتنا. طول الوقت إحنا متعودين نبني ونعيش ونعمر ونحقق عشان ذواتنا، لكن النهاردة جه الوقت أنك تبني وتعمر لأجل ملكوت الله. إن هذه الدعوة هي التحقيق الأكمل لوجودنا في المسيح. وجودنا في المسيح ده مش لقب، ان احنا مسيحيتنا دي مش ديانة، مسيحيتنا هي عبارة عن الاتحاد بالمسيح. فان انت تحقق وجودك في المسيح هو ده اهم حاجة، وتفعيل دورنا في جسده وممارستنا لوظيفتنا الموكلة الينا في الملكوت. نعم سنعمل مع الله في ملكوته، مش هنشتغل لوحدنا، احنا في الله موجود في حياتنا، في الروح القدس هو اللي بيقود حياتنا، هو اللي بيساعدنا لتحقيق هدفنا وتحقيق دعوتنا. يعني انا مش بحقق دعوتي ده ولا بذاتي ولا بقدراتي، انا بحققها بمساعدة الروح القدس. لن يكون هذا العمل بجانب اعمالنا الدراسية، او هتفتكر انك في وسط شغلك هتبتدي تشتغل لله، لا، الحقيقة ستكون اعمالنا ودراستنا ملكوتية. ودي نقطة لازم كلنا نقف عندها، انه انا كل اللي بعمله بعمله بطريقة ملكوتية، مش بعمله بطريقة أرضية. أنا مش زي بقية الناس، أنا مختلف عن بقية الناس، لأني إنسان مفروض أن أنا حياتي في الآخر تنتهي في الملكوت. فإذا كان عملي ولا دراستي لازم تكون حتى بطريقة ملكوتية. سنطوع كل قدراتنا لخدمة الله، سنكتشف مواهب وهباها الروح لنا ليمكننا من أداء دعوتنا. هي دي الحقيقة، أنه الروح القدس هو اللي هيكون معين لينا في الطريق، هو اللي هيساعدني في تحقيق دعوتي، هو اللي كل فترة هيوقفني ويقولي صححي مسارك، اظبطي الأداء، عشان في الآخر تكون دعوتي كاملة وتكون كل حياتي لمجد الله.